أعزائنا متابعي جريدة أهل مصر على صفحة الفيسبوك، احنا الآن في محيط استاد لوسيل، حيث بعد قليل المباراة النهائية لكأس العالم فيفا قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا. يعني مش عايز أوصف لحضراتكم بقى، حتى احنا الصحفيين دخلنا بطريقة مختلفة عن المباريات اللي فاتت، وفي ضغط شديد جدا هنا على الجماهير، وبينعكس على الاتصالات وعلى الانترنت. يعني مسافة بسيطة فيها عشرات الالاف من الجمهور الحقيقة، والمنطقة دي اللي احنا شايفينها فيها دي في المباراة اللي فاتت كان بيسيبوا الجمهور يدخل هنا، كان بيبقى فيه 10,000 مشاهد في واحد اللي معهمش تذاكر واقفين. الان هم غيروا النظام شوية، عملوا الحواجز دي حتى يسمعوها بس الجمهور تقريبا اللي معاه تذكرة. احنا طبعا يعني معنا الاكريديتيشن، دخلونا في المنطقة دي، فنحاول ان احنا نعيشكم في اجواء المباراة النهائية. اليوم خصيصا في اخر مباراة دولية لميسي، اذا ميسي ما حمل كأس العالم اليوم بيكون هيدي الدنيا ما فيها عدل. طيب انت عارف ان عندك صعوبه مع السباق، صح؟ انا عامل لك 5000 نعاود معاكم مره ثانيه، نذكر اللي لسه واصلين ده الاستاد، راح نحط لكم الصوره ان شاء الله من استاد لوسيل اللي بيتسع لساعته الرسميه 80,000. وتش تيم الاستاد، واللي اتوقع ان هو هيكون ممتلئ عند خيره النهارده. الجمهور بوريكم على مرمى النظر، يعني لو رفعنا شويه المقصود الجماهير هي بتحب تلف كده للبوابات. How is it, my friend? Mexican today with whom? You are with whom today? With France. France. Not Argentine. Not South America. Never Argentine. Never Argentine. Mexico. Yes. You are Mexico. Yes. Cap. That's very nice. Mexico. Thank you. هذا مشجع مكسيكي بيجي يشجع فرنسا. يقول never Argentine. Never Argentine. احنا ان شاء الله معاكم على شايفين الناس اللي ورا الحاجز، الناس اللي ورا الحاجز دي. انا احاول اطلع وارجع تاني، ولو انه مش عايز اعمل اشكالية قبل الخروج يعني، لكن انا احاول اطلع ورا الحاجز وعلى اساس انه يكون في مع الجمهور. طلعنا يعني معقوله كل دول واقفين مفيش يعني مش ذاكر كل ده كل العالم. ارجنتين نو تيكت نو تيكت. يعني خلاص احنا كده فهمنا كل الناس اللي واقفه دي، دول اللي كانوا بيجوا، دول اللي Oh my friend, how is Argentina? Why Argentina is crying today? What's up? Because I lost tickets.
You lost again? No. Where did you lose it? Because they don't deserve. Huh? Where are you from? I am a local journalist here. I lost ticket in the page, no ticket. No, where did you lose the ticket? Where? Online? I lost ticket. You don't have ticket? I thought you said you lost the ticket. You don't have ticket? I lost. So sad. Yes. No. Where is it from? Argentina. From Argentina? Yes. هذه مسكينة أنا افتكرتها بتقول إنها ضيعت التيكت. هي ما ضيعت التيكت، هي ما عندها تيكت بتعيط. هي بتعيط ما عندها تيكت. طبعا هو في حاجز تاني هنا، دول ما اعرفش عدوا ازاي لأن الجماهير الكتير بقى اهو. Argentina? Argentina. Huh? Argentina. No, you are France or Argentina? Argentina. Argentina. Where are you from? Me? I'm a local journalist here. Oh, good. We are trying to. You can still book a ticket? Yeah, no, we can get a ticket. It's cool. All these people, they don't have tickets? No. And your friends? No. موضوع كبير يا جماعة. موضوع واضح إنه مشكلة تذاكر مشكلة كبيرة. No ticket for today. I was in Poland, Australia. Holland, Croatia, but not for today. You are from where? Argentina. We are from Argentina. This one? Sí. And this bag is Argentina? Yes. Para salir la gracia ajena. Para salir buenos días. Para salir buen día. Argentina, ¿eh? احنا مستمرين معاكم، خلاص فهمنا الموضوع. هذا البث المباشر لصفحة جريدة أهل مصر على الفيسبوك من موقع الحدث. إن شاء الله نتمنى المشاهدة
النهاردة طبعا عارفين ميسي والمباراة رقم 26 قبل ما يبدأ المباراة بمجرد نزول اسمه في التشكيل ميسي عمل رقم قياسي، وهو انه طبعا انتوا عارفين انه اصبح 26 مباراة واعلى رقم وتخطى رقم لوثر ماتش دي ان شاء الله 22 او 23 من مباراة النهاردة ميسي هيحطم رقم قياسي تاني، وهو المشاركة بعدد الدقائق اللي مسجلة من زمن طويل باسم باولو مالديني، طبعا لاعب المنتخب الايطالي السابق، و 2217 دقيقة، وده رقم قياسي. ميسي عنده النهاردة 2194 دقيقة، فاضل له 6 و 17 23 دقيقة، يعني في الدقيقة 23 ميسي سيصبح سيحطم رقم قياسي آخر قد يأخذ أيضا عشرات السنين حتى يتم كسره يعني. وإحنا يعني سعدنا بالتواصل معاكم، وإن شاء الله أتمنى لكم مشاهدة نهائي كأس عالم سعيدة، وده مع الملعب. شكرا، نشوفكم في رسالة تانية إن شاء الله.